بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد رسوله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليك سيدنا ومولانا يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وسيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك سيدي ومولاي وعلى أخيك الحسن المجتبى سيد شباب أهل الجنة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أئمة آل البيت من ذريتك الطاهرة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك الشريف وأناخت برحلك الطاهر. لك منا سيدي سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيما. ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجوركم بمصاب رسول الله صلى الله عليه وآله، مصاب أبي عبد الله الحسين وأهل بيته الأطهار وأصحابه الأبرار. إمامنا الحسين عليه الصلاة والسلام، إمام العدل والحق، إمامنا الحسين نهض لحفظ الدين، والدين لجده صلى الله عليه وآله بما بعثه الله تعالى سيد الخلائق أجمعين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله تعالى قدر وأنزل وأمر جل وعلا بدينه، والخلق خلقه. إذن كيف ندخل إلى معنى نهضة الإمام الحسين وموقف الإمام الحسين، وكيف نجسد معنى من المعاني التي ستبقى إلى يوم الدين والله تعالى حفظها في قلوب المؤمنين والمخلصين؟ إذا كان الموقف بما عبر عنه أبو عبد الله الحسين: ألا ترون أن الدنيا قد تبدلت وتغيرت وتنكرت، وذهب معروفها وقل معروفها، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الماء؟ ألا ترون أن الحق لا يعمل به، والباطل لا يتناهى عنه؟ الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم يدورونه كيفما دارت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. ألا ترون أن يزيد قاتل النفس المحترمة وشارب الخمور ومنتهك محارم الله ومستأثر بالفيء؟ هذه الكلمات والعبر والعناوين التي تحدد مقام الإمامة والولاية، التي دفعت الإمام الحسين بأن ينهض ويسير ويؤسس
وهو الأساس الإلهي من جده وأبيه وأخيه من قبل، وهذا أمر الله في عباده، إقامة العدل والدفاع عن المقهورين وإيجاد السعادة للبشرية التي هي الهدف الأسمى لرسالات الله وللإسلام، من أجل سعادة البشر، من أجل راحتهم، من أجل توحيد الله وقضاء هذه الدنيا برحمة من الله سبحانه وتعالى. لكن الشيطان وأتباعه وكل من أراد الدنيا أوصلت إلى ما وصل آل البيت إليه، ما من أحد منهم إلا وقضى هكذا في المواجهة والعذاب والحروب والقتل والتعذيب، ومن كان معهم، إلا أننا في محطة من محطات الزمن في أيامنا هذه، بعد 1300 ونيف من السنين على واقعة الطف وعلى استشهاد أبي عبد الله الحسين ومن معه، وتتجدد الأيام والسنون ونعود إليها. إذن ما نقتبس وما نتعلم وما نفهم وكيف نفكر وكيف نواجه عاشوراء وكربلاء لنأخذ منها، إذا كانت الدين وأمر الدين والروح للإنسان التي تنجيه، لأن بإمامة أولياء الله ورجالات الله ومن اصطفاهم الله ومن فضلهم ورفعهم وهم أهل الشأن في الدين والدنيا والآخرة عند الله، فعلى الخلق أن يتبصروا ويتبعوا وينتموا إلى الحق لأنهم أهل الحق. ففي هذه المدرسة أسست بأمر من الله، برسالة رسول الله ومدرسة علي والحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام. يقول إمامنا أمير المؤمنين، وكلها مدرسة رسول الله من أولها إلى آخرها: بئس الزاد، إلى المعاد، العدوان على العباد. وأفضل عبادة وأعظمها كلمة حق في وجه سلطان جائر. ناهيك عن تاريخ كربلاء وعاشوراء ومبادئ الإمام الحسين والمواقف العظيمة، حتى وصل أن يكون ضحية وسيد الشهداء من أجل هذه العدالة. وكما في كل ليلة نأتي إلى عظيم من عظماء الرسالة، إلى ولي من أولياء الله، إلى الذين خرجتهم مدرسة رسول الله ومدرسة علي، مدرسة الرسالة، مدرسة الوحي، ومدرسة الحسن والحسين، من بداية الوحي إلى يومنا هذا، نقتبس ونأخذ ونتعلم ونستمع ونصغى. وما الحياة الدنيا إلا كحلم، كلمح بالبصر، لكي لا يكون التكرار، ولكي لا يكون في كل يوم وفي كل عام وفي كل مقام نفس الكلمات، مجرد كلام ويذهب بعد انتهاء الواقعة أو الذكرى، إنما لتنزل في النفوس والقلوب. وكانت القصص والتاريخ هي الشواهد العظيمة، كما تطرقنا كيف أسست هذه المدرسة العظيمة
وعلى من قامت مع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أمر الله جل وعلا أن تقول الناس لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليست بالنزهة السهلة أن الإسلام انتشر بين الخلق. لقد جاء الإسلام في بقعة فيها ما فيها من أولئك الأجلاف المشركون الذين تحدوا الله ودينه ورسالاته وعظم عليهم أن يؤمنوا، لكن الله سبحانه وتعالى وهو الخالق يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره. وهذه رسالة محمد وآل محمد، أسسها دين الله سبحانه وتعالى، تلاميذها رجالاتها لنقتبس منهم، مع شخصية عظيمة من محبي آل البيت وملازمي آل البيت ومن عايشوهم وأوفوا وأخلصوا واستمروا إلى آخر رمق في حياتهم حتى صاروا منارات في هذه الدنيا يقتبس بهداهم مع آل بيت النبوة. يا أبا ذر، يا أبا ذر، أمسك ما في يدك واستغني عما في أيدي الناس، لقد خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك، ما أحوجهم ما في يدك وما أغناك عما في أيديهم. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام علي يوصي أبا ذر يوم جاء النفي له من المدينة إلى خارجها إلى الربذة، وكان الحصار والطوق عليه وعلى أمثاله، وإلا لما استشهد الإمام الحسين عليه السلام؟ لأن في التاريخ أساطين وعظماء، كل الذين حملوا أمانة الرسالة كانت النتائج عليهم بالملاحقة والقتل والاستشهاد، إلا أنهم أعطوا هذه الرسالة لأنهم علموا ما فيها، عرفوا الله فرفعهم الله تعالى وجزاهم بما وعد جل وعلا. وعندما نحيي عاشوراء وكربلاء وهذه المواقف نحييها لأنفسنا، لنحيا، لنتعلم، لنأخذ منهم. جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه، علم من أعلام الإسلام الكبرى. يا أبا ذر، ما أقلت الغبراء وما أضلت الخضراء، تحتها يمشي وعلى الأرض أصدق منك بين الناس. وفي زمانك وفي عهدك. ثم أبو ذر زهده في الدنيا زهد عيسى بن مريم، أبو ذر أصدق الناس، أبو ذر أصلح الناس. من هو هذا أبو ذر؟ هذا من مدرسة علي، من مدرسة عاشوراء، من مدرسة كربلاء، وإن كان قبلها لازمها وأعد لها، كما حجر بن عدي، كما سلمان الفارسي، كما حبيب بن مظاهر، كما كميل بن زياد النخعي، كما فلان، كما فلان من أعلام هذه الرسالة، نقتبس منهم مع أبي عبد الله الحسين ونتعلم الإسلام الحق، ونعرف بأن الدفاع عن الناس وعن الحق وعن الكرامة هو دفاع عن الدين،
وإلا إذا كان الدين مجرد حكايات وكلمات وخطابات ولا يصل إلى القلوب والنفوس والتطبيق وبناء الشخصية العادلة والأخلاقية والعدل بين الناس وخدمة الناس وما فيها من المكارم، إذن هو ليس بدين، هو مظهر من المظاهر يعني يتستر خلفه الناس أبداً، مع المخلصين مع المؤمنين حقاً والصابرين في البأساء والضراء، وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. القرآن الكريم هكذا يعلمنا. جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري رابع مسلم في الإسلام، رابع من أسلم بعد أمير المؤمنين علي وخديجة وجعفر، كان أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه. وما أدراك عظمة هذه الشخصية يا أبا ذر، إنك من الصالحين، رسول الله صلى الله عليه وآله، ويكون عليك من بعد البلاء تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك، وقد أعد الله سبحانه وتعالى لك يوماً يوم القيامة. لهذا الموقف منارات هذه الدنيا نتعلم منهم. أبو ذر الغفاري من قبيلة في الحجاز تسمى بقبيلة غفار، كان عنده من الغنم ويرعى الغنم، كانوا على عبادة الأوثان والأصنام كما كان العرب في ذاك الزمان من قبل، وكان لهم أصنامهم وآلهتهم كما في كل قبيلة وأمة في ذاك الزمان. ذات يوم وهو يهش على غنمه للعودة إلى بيته بعد أن رعى الغنم، وإذا بذئب، سبقولوا عم تحكوا لنا قصص وخرافات وروايات وما أدري شو، كيف هذه القصص؟ هذا التاريخ الذي ثبت بأن أولياء الله سبحانه وتعالى كيف اصطفاهم واختارهم وكيف ثبتوا، وإذا لما قدموا كل هذه التضحيات صابرين محتسبين ولم ينحرفوا ولم تغرهم الدنيا، كما مع كثير ممن عايشوهم وأسلموا معهم. ولكن فرق كبير بين أن يدخل الإيمان في النفوس والأرواح والقلوب والأبدان ويبقى المؤمن ثابتاً، وبين أن يكون لعق على ألسنتهم الدين يدورونه كيفما دارت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. بينما هو يهش على غنمه لعودته من مرعاه، وإذا بذئب يهجم على غنيماته، يهش عليه أبو ذر من اليمين فيفر إلى اليسار، يفر إلى اليسار فيأتي في وسط القطيع، حتى تعب أبو ذر لينقذ غنيماته من هذا الذئب، فما كان منه إلا أن صاح: ما ألأمك أيها الذئب وما أقساك، ونهر به هذه الكلمات، فما كان من هذا الذئب إلا أنطقه الله سبحانه وتعالى بلسان عربي فصيح كما جاء في سيرة أبي ذر. وهذه أنوار الهدى التي بدأت لهؤلاء الأولياء، جاء بهم أمر ربنا جل وعلا من أقاصي الدنيا وجمعهم لمحمد، فكانوا منارات الدنيا وما زالوا إلى يوم القيامة. قال: يا أبا ذر، لست أنا من ألأم الخلق،
وألأم الذئاب، بل أهل مكة بعث الله تعالى فيهم نبياً يقال له محمد، يدعوهم إلى التوحيد وترك عبادة الأوثان، فيشتمونه ويضربونه بالحجارة ولم يؤمنوا. لست أنا الألأم. أبو ذر ينظر، حيوان ينطق بهذه الفصاحة، استدرك الأمر، تعجب، ما هذا الحدث العظيم؟ عاد إلى بيته من مرعاه وهو غارق في التفكير ما يصنع. جاء إلى أخ له في قبيلة غفار، قال: أرسلك إلى مكة تستطلع لي الأمر، هل من نبي بعث في مكة إلى توحيد الله؟ اذهب وانظر ما ترى. بعد أيام ذهب أخ له إلى مكة، سمع همساً وشتماً بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، وأنه بعث ويدعو إلى التوحيد، ولكن من يستطيع أن ينطق باسم محمد في مكة وقبائلها وعنجهياتهم؟ عاد إلى غفار بعد أيام وأخبر أبا ذر بالأمر، قال: نعم، سمعت في هذا في مكة، ولكن همساً وسراً. أبو ذر بقي غارقاً في التفكير حتى صمم أن يأتي بنفسه ويستطلع الأمر. جاء مسرعاً في اليوم التالي، يقطع الصحاري والبراري والفيافي ليلاً نهاراً، ولعل قبيلة غفار في أطراف الحجاز بعيدة عن مكة يومها. جاء ماشياً على قدميه ولم يكن لديه راحلة، دخل مكة في الليل منهكاً متعباً يقتله العطش. يا عطش أبا عبد الله الحسين، هل من شربة ماء؟ قطع المياه حتى قطرة الماء التي هي مباحة للخلائق أجمعين. دخل الحرم، والحرم كان مجمع الخلائق والأمم، مكة وإن كانت فيها الأصنام. دخل إلى بئر زمزم، أراد أن ينتزع دلواً، في دلو في سطل بنزلوه في البئر ويسحبوه ويصعد الماء. أنزل هذا الدلو في تلك الليلة، وما أن نهض به نظر أبو ذر، هذا الدلو مملوء باللبن. تعجب من هذا الأمر، بئر زمزم، بئر ماء معروف للدنيا كلها، لبن. أخذته الحيرة فقال: هذه آية أخرى. الله عم يبين له ولي من أولياء الله: يا أبا ذر، أصدق الناس تحت السماء أنت لهجة. أعوذ بالله، هذه الناس مساكين يا عم، تعال شوف التاريخ. أبو عبد الله الحسين بهؤلاء وأمثالهم، بهذه الأساطين والأسافين وضمانات الدنيا، الله سبحانه وتعالى جعل أولياءه في الأرض، وإلا تعال لملم منا ومنا كلمات وندخل إلى القلوب تاريخ هؤلاء، نتعلم منهم، نسير على نهجهم، نعرف كم هي عظمة الدين وعظمة ما ضحى من أجله إمامنا أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام. وضع وعاء اللبن جانباً فأنزل دلوه فغرف الماء، ارتوى من الماء. في تلك الليلة بدأ يطوف في الحرم، وإذا بقريش وجماعات مكة، جماعات يتهامسون ويتحدثون بمحمد ويشتمونه
انتقاما وينظرون بكل من يذكره ويذكر دينه. علم أبو ذر بهذا الأمر، بس اليقين الوثيقة الإلهية الأولى أصبحت بيده، أصبحت بيده، والثانية المعجزات والكرامات وما أراه الله سبحانه وتعالى، هو على يقين منها. بقي يوما ثم يوما آخر ثم ثلاثة أيام لا يستطيع أن يصرح، هو غريب عن الديار، وأهل مكة بيعرفوا بعضهم البعض، بيعرفوا مين الأغراب يزورون مكة ومن يخرج منها. بدأ يتخفى لكي لا يظهر أمره، إلى يوم من الأيام أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثالث، شوف هذه المدرسة كيف عم يأسسها ربنا سبحانه وتعالى ويعدها إعداداً عظيماً في الوجود، هي ليست كلمات في صفحات الكتب نتصفحها، لابد أن نتعلم ونتعمق ونأخذ من أعماقها ما يجسد النفوس ويسمو بالأرواح بين يدي الله سبحانه وتعالى. أمير المؤمنين علي ما بيعرف أبو ذر، وكان في بداية شبابه، يعني كان قبل الهجرة، كانوا 4-3 المسلمين، أمير المؤمنين وجعفر وخديجة، بعد ما في، ورسول الله صلى الله عليه وآله، هذه الرسالة. أبو ذر الرابع كان من الأوائل والمؤسسين في مسيرة الإسلام، نظر إليه علي وتقدم منه، يعني وهو في بداية حياته، كم كان له من العمر؟ يعني 10-11 عام أو أكثر. أمير المؤمنين سلم عليه وقال: إني أراك لست من الديار. قال: بلى. قال: ما شأنك؟ قال: أنظر في بعض الأمور. وأراد أبو ذر أن يضيع الأمر حتى على علي، ما بيعرف إنه هذا علي بن أبي طالب ولي الله، وصي رسول الله، ابن عمه، أول الناس إسلاما، كل حذر من بعضه البعض. عادات العرب أن يستضيفوا الغريب، أمير المؤمنين عليه السلام استضاف أبا ذر إلى داره، إلى دار أبي طالب، جاء به يوم 2-3. عادت العرب أن لا يسألوا الضيف عن حاجته إلا بعد 3 أيام. بعد 3 أيام جاء الإمام علي إلى أبي ذر في داره، سأله: من أنت؟ قال: أنا جندب بن جنادة من غفار، أبو ذر الغفاري. قال: ما خطبك؟ يعني ما أمرك؟ ما شأنك؟ قال: يعني جئت إلى مكة. قال: ما تريد من مكة؟ سبحان الله، اسأل الله سبحانه وتعالى أولياءه. قال: يعني في أمان؟ قال: بلى، وأنت ضيفي. قال: أو حق أن الله تعالى بعث في هذه الديار نبياً يدعو إلى توحيد الله وترك الأوثان ومكارم الأخلاق؟ قال أمير المؤمنين له: بلى، وهو الصادق الأمين، وهي هكذا يا أبا ذر. قال: إذن أريده. علي عليه السلام يقول له: يا أبا ذر، اتبعني واحذر وابقى بعيدا عني. أبو عبد الله الحسين عندما يضحي وهو سيد شباب أهل الجنة وابن الخيرتين، وما وصل إليه من العطاء، هذا الدين هو دين الله الذي نزل إلى الوجود لإنقاذ البشرية بأسرها. اتبعني واحذر يا أبا ذر، وإن رأيت عينا تنظر إليك فغير طريقك واصنع بنفسك أنك لا تتبعني. هل قد كان؟ وإلا فوالله ما أوذي نبي كما أوذيت. رسول الله، يعني بعد، شوف التاريخ،
إسا صاروا المسلمون بالملايين وبالمليار. طيب شو قيمة وكل ديارنا وبلادنا خربانة بالجوع والفقر والتسلط كما عبر الزمن؟ لأنهم لم يفهموا حقيقة الإيمان ومعنى القرآن، ولم يجسدوا هذه الأخلاق وهذه العدالة، ولم يعرفوا ويرتقوا إلى مستوى كرامة أهل البيت التي أرادت للبشرية السعادة وفي الآخرة النجاة بين يدي الله سبحانه وتعالى، إلى أن وصلا إلى الدار. تقول الرواية وتاريخ أبو ذر: وكان بيت النبي بيت عبد الله عليهم السلام في مقابل الصفا، وكانت أزقة ضيقة في ذاك الزمن، فعندما وصل علي الباب وطرقه وكان من بني هاشم في الدار، فتحوا له بلطف، أشار بإشارة إلى أبي ذر أن يدخل بسرعة. إلى هذا الحد كانت القضية. دخل أبو ذر دار النبي محمد صلى الله عليه وآله. تقول الرواية: فأما في حرم الدار الأولى كان مستطيلا، وكانت حصرا من القش وما شابه، ثم أدخلني علي في زقاق طويل إلى أن وصلنا إلى حجرة فيها محمد صلى الله عليه وآله. شوفوا أبو ذر، شوفوا أولياء الله، شوفوا مدرسة أهل البيت كيف تكاملت وترابطت بأرواح العظماء بين بعضهم بعض، وكيف هيأ الله تعالى هذه الرجالات العظيمة لأن يكونوا مع محمد وعلي والحسن والحسين، على الرغم من أن الدنيا كلها عادتهم وقاتلتهم وقتلتهم. هو هذا معنى هذه الأيام التي نحييها وننهض بها لنفهم حقيقة ومعنى هذا الدين ورحمة الله سبحانه وتعالى في العالمين. في الخبر أول من سلم بتحية الإسلام كان أبو ذر الغفاري، الله أكبر، أول واحد يقول: السلام عليك يا محمد يا حبيب الله. ما هذا جايب معه ذخيرة وعلم، متخرج من الجامعة الإلهية، سخر الله تعالى هذا الذئب بأن ينطق له. يعني الله سبحانه وتعالى عندما تكلم لنا عن أهل الكهف: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، عندما اتبعهم وأرادوا أن يطردوه أنطقه الله وقال لهم: إني مؤمن معكم. والله جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ما الله أعطانا هذه القصص، هاي القصص تدخل في الأرواح في النفوس، تسمو بنا بعد أن امتلأت الدنيا ظلما وجورا ومادة ومصلحة، وبعد أن أصبح الدين كما ديدا غالب البشرية لعق على ألسنتهم يدورونه كيفما دارت معايشهم. فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. أبو ذر الغفاري ولي من أولياء الله، وشبهه النبي بمقام عيسى لشدة زهده، وأن الله تعالى يصنع له يوم القيامة قيامة خاصة، وأنه رابع الناس إسلاما، وأنه أول من رفع السلام. أي سلام يتحدثون؟ وعن أي إسلام يتحدثون إن لم يقرأوا هذا التاريخ ويعرفوا هذه الشخصيات وهذه المقامات؟ يسلموا بسلام وتحية الإسلام قبل أن يأمر بها النبي صلى الله عليه وآله. جلس مع النبي، قال النبي صلى الله عليه وآله: من أنت؟ الله تعالى أبلغ رسول الله وهو اصطفى له أبا ذر. قال:
يا محمد يا حبيب الله، أنا جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري من غفار، قضيتي كيت وكيت. تبسم النبي صلى الله عليه وآله وقال: النور والرحمة كان لك بلطف الله تعالى بما أنطق الله لك هذا الذئب. عرض عليه الإسلام وبين له الرسالة والمبعث وقال له: يا أبا ذر، أتعلن إسلامك؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله حبيب الله وأن عليًا ولي الله. كبر النبي صلى الله عليه وآله، ثم كبر علي، ثم كبر أبو ذر. النبي يقول له: يا أبا ذر، يا أبا ذر، اكتم إسلامك. بعد القصة خطيرة جداً، أنت حتى وصلت إلينا بلطف إلهي، اوعى تبين أنك مسلم. أبو ذر: هذا كلمة حق في وجه سلطان جائر. خرج من عند النبي في ذاك اليوم إلى حرم مكة، بدأ يطوف في الحرم وهو يردد: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد حبيب الله. فما كان من أهل مكة إلا أن يهجموا عليه وينهالوا عليه ضربا حتى أنهكوه، ولولا العباس عم النبي يستخلصه من بين أيديهم. في اليوم الأول واليوم الثاني والثالث، وأبو ذر لا تأخذه في الله لومة لائم أبداً، فعاد إلى النبي في اليوم الثالث. قال له النبي صلى الله عليه وآله: عد إلى قومك وأهلك يا أبا ذر، إن لك عماً أو ابن عم قد مات. نزل الوحي على النبي: وأنت ترثه، اذهب إلى قومك وخذ هذا الميراث فتقوى به في حياتك حتى يظهر أمرنا، عندها تعلم تأتي إلينا. أبو ذر لم يعلم بوفاة ابن عمه أو عمه حتى وصل بعد أيام إلى عشيرته، وجد الخبر صحيح بعد: وما ينطق عن الهوى رسول الله. قال: هذه الثالثة من علامات النبوة، والله يعطيه الواحدة تلو الأخرى. بقي في غفار إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وآله، وبقي مع رسول الله، وحضر في كل المواقع والمعارك والدفاعات وأينما كان النبي، ثم استمر مع علي عليه الصلاة والسلام ومع آل البيت إلى أن جاء زمن نفيه. شو أهل الدنيا؟ يعني الحكم بن العاص ومروان بن الحكم وبنو أمية، معاوية ويزيد وأمثالهم، وهذه الطغمة الجائرة، بدن أطهار وأولياء مثل بوذر يقول الحق ويقف في وجوههم. واستفتأوا وأخذوا الفيئة وقطعوا أرزاق الناس وقتلوا النفس المحترمة، ولم يراعوا في جنب الله حرمة ولا ذمة ولا إلا ولا دين. فأبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام يخرج من أجل هذا، وأبو ذر وأمثاله يقفون هذا الموقف مع علي ومع رسول الله من قبل، من أجل هذا العدل ومن أجل هذا المقام ومن أجل الإنسان وكرامة الإنسان وعظمة الله سبحانه وتعالى في تكريم خلقه والدفاع عن المقهورين والمحرومين والمستضعفين والجائعين. تعالوا إلى ما نرى في أوطاننا في بلادنا فنقارن بين العدل، ونحن في بلاد خير وأهل خير.
علينا أن نكون بصدق واحترام من المحترمين والمقدرين لهذه الأوطان وأهلها وشعبها على ما أمرنا ديننا، وهذا ما يأمر به دين الله. من لم يشكر الناس لم يشكر الله، أليس كذلك؟ لننظر إلى الأوطان التي هجرنا منها، ما صنعوا الآن بنا وبأهلينا؟ جلاوزة الحكام يتربعون ويسرقون ويهتكون أستار الناس حتى تصلوا إلى المذلة، وكأن أمراً لم يكن في شيء. عجب عجب، يعني كربلاء يقطعون الماء عنها ويجوعون الناس، مو هكذا في هذا الزمن زمن الخيرات يسرقون أموال الناس في كل أو في أغلب أقطار أممنا وبلادنا الإسلامية؟ أهكذا هو الدين والإسلام؟ هو الدين عند هؤلاء. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يرسل إلى واليه في البصرة ابن حنيس أو غيره: آتني بحسابك، لقد بلغني أنك تقبل العزائم والولائم، وأنك أكلت ما تحت يديك وقدميك للفقراء والمساكين، آتني وارفع إلي حسابك، وإن لم تأتني فلئن مكنني الله تعالى منك لأضربنك بسيفي هذا، فوالله ما رفعت سيفي هذا على أحد إلا دخل النار. هذا قسيم الجنة والنار، هذه العدالة. وقص على ذلك من المواقف لكي لا نطيل، ونحن في مقام هؤلاء الأجلاء العظماء الذين نتعلم منهم مع أبي ذر الغفاري، مع ولي من أولياء الله، أن ينفى ويقدم من كانوا مطرودين وكانوا طريدي رسول الله: الحكم ابن العاص ومروان ابن الحكم وأمثالهم، حتى أصبحوا في سلطة باسم الدين واسم الإسلام ويقتلون أولياء الله من جاءوا بهذا الدين ومن حفظوا هذا الدين. فما علينا إلا أن نقارن ونكون مع الحسين، مع رسول الله، مع الرسالة، مع الدين، مع أبي ذر، أم مع العاص والحكم ومروان بن الحكم وأمثال هؤلاء الذين وقفوا في مجلس عثمان بن عفان ينادون أبا ذر: أيها الشيخ الكذاب، وينفونه إلى الربذة ويمنعون عنه حصاراً، ممنوع أن يكلمه أحد أو يودعه. فما كان من أمير المؤمنين علي عليه السلام وعمار والحسن والحسين وتلك النخبة الطاهرة معهم إلا أن خرجوا يشايعونه وهو يوصيه أمير المؤمنين. أولياء الله تعالى، أولياء الله يوصونا بأن هذه الدنيا دار ممر وليست بدار مستقر. نتعلم منهم، نأخذ العبر، ننتمي إلى هذا الدين، نرفع كلمة الحق لأهلها ولا نستهين. الأجر والثواب مع أبي عبد الله الحسين بهذه السير وهذه الحكم وأخذ العبر. نسأل الله سبحانه وتعالى، طبعاً تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك ويموت غريباً بعيداً عن الديار كما وعده رسول الله صلى الله عليه وآله، طريق ذات الشوكة. فهل نتعلم ونعتبر؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم وأن يخفف عن أهلينا
كل المصائب من أولئك الجلاوز الذين تسلطوا عليهم في كل بقعة من بقاع الدنيا، في بلادنا، في لبنان، في العراق، وفي كل مكان من الدنيا، بأن يرحم أهلنا ويفرج عنهم ويخلصنا من كل الظالمين المتسلطين. اللهم ارحمنا، ارحم أمواتنا، أموات السامعين والسامعات، الحاضرين والحاضرات، الموالين والمواليات. نسأله جل وعلا أن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة في كل بقاع الدنيا، وهذه الأمراض التي ضربت الدنيا، عسى أن نعتبر وينجينا ربنا سبحانه وتعالى بالدعاء والتوسل لوجهه الكريم والإخلاص لدينه الحنيف، بجاه أبي عبد الله الحسين ونحر الحسين وكرامة الحسين وأهل بيت الحسين والشهداء بين يدي الحسين، وأن يحفظ هذه البلاد وأهلها. بلادنا أستراليا، تحية وسلاما وشكرا، وأن نلتزم بالقوانين، لأن من أمور ديننا حفظ النظام العام والانتماء إلى ما هو صالح المجتمعات. أن نلتفت وننتبه خصوصا في كل منطقة تعلن حكوماتنا عن الإصابات فيها، خصوصا في منطقة السان جورج وغيرها، لكل مؤمن ولكل أخ وأخت أن نلتفت ونكون أهلا ومواطنين صالحين في وطننا أستراليا. نلفت أنظاركم بالالتزام بكل التعليمات والتوجيهات. شكرا لأهل الخير، لأهل العطاء، لأهل الإنسانية، لأهلنا، لبلدنا أستراليا. عظم الله أجوركم إخواني أخواتي بأبي عبد الله الحسين، رحم الله أمواتكم، تقبل الله طاعاتكم، وأسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم، وهو أرحم الراحمين. إلى أموات المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، السامعين والسامعات، نخص بالذكر من أوصانا بالدعاء، إلى المرحومة عدلة محسن، والمرحوم أبو ماجد علي، والمرحومة أم ماجد علي، وأمواتنا جميعا، والمرحومة أم حسين، وجميع أمواتنا، يعني عذرا ندعو للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى أرواحهم جميعا. الفاتحة.